اتجوز واحدة تانية اتصاب قبل كده؟ لا اتفضل. يعني بحكم ان احنا مجتمع شرقي وغصبا عنها ومزاجها احنا بطبيعتنا مجتمع شرقي هنرفض حاجة زي دي، خصوصا ان انا راجل صعيدي يعني، فتزمت شوية شكرا جدا. برضه ممكن لو برضه لو هي لو انا خطيبها وكده يعني عادي مش مشكلة، ساعتها هو بحبها في اي حاجة، بس طبعا لو واحدة معرفهاش اكيد الموضوع هيبقى صعب عليا. اشمعنى؟ يعني لسه واحدة أول مرة تعرفها ومش ممكن. ليه؟ سبعه غصب عنها عادي المشكله، بس يكون من العصب عشان واحده غريبه لحظه لازم تكون من العصب. اه طبعا لحم ودم دي فلوسك غريبه وهي كويسه، ما الله اعلم بظروفها بقى. المجتمع رفض، مفيش دعوه بالمجتمع، هتتجوزها هي هتجوزها عشان اسباب تانية مش عشان هي كانت مختصره بس يعني حب وبتاع. اه لكن مش هستنى اخد راي المجتمع يعني في المستقبل انا. مش هينفع لينا، هي اختصرت غصب عنها. لا مش هي غصب عنها. شريف يعني عشان هي مش كده، مش بس هو غصب عنها. الذنب انا كده. تم اختصابها قبل كده؟ انا اقول لك لو انا خطيبها وبحبها حصل معاها حاجه زي كده انا ممكن اقف معاها وعادي، اما واحده انا ما اعرفهاش وجت عليا بوضع زي ده انا سامحني ما اقفش معاها.